طبعا أمينة جاليري started in 2012. أتذكر أنه يمكن حطيت أنا أول بذرة حق أمينة جاليري في مجمع ريادات وسقيناها لما كبرت، وثمان سنوات الحين مرت ويمكن هالزرعة كبرت وقدرنا أن احنا نفتح فرع ثاني في مجمع ريادات ورجعنا حق بيتنا، بس الكونسبت يختلف شوي. تياز فور هير بالنسبة لي يمكن أحسهم عندهم نفس الأهداف، لأنهم they empower and support women. أنا personally I love shopping. عندي يعني أحس I feel special as a customer. فحبيت إن أمينة جاليري يعني يكون عندهم customers and Tiaz for her عشان يحسون إنهم special بعد.